فكرة. جمعت ربيعاتي وتمينا نتناقش في الفكرة، وكل وحدة منهم طورت فيها لين وصلنا للفكرة النهائية. مجموعة صارت المدارس. ومجموعة صارت البيوت، وقدمنا لهم بروشرات تعريفية عن الفكرة. وبدينا نجمع كل الألعاب القديمة الصالحة في كرتون، وبدينا نفرز الألعاب الصالحة للاستخدام، كل لعبة حسب نوعها. أما الألعاب الغير صالحة بنوديها مصنع البلاستيك لإعادة تدويرها والاستفادة منها لحماية بيئتنا. وبعد مجهود من فريق العمل قدرنا والحمد لله بعد عدة اجتماعات مع البلدية الحصول على تصريح لإنشاء خيمة لتنفيذ المشروع. وبهالطريقة استفدنا من الألعاب القديمة وبدينا نبيع اللي جمعنا، ومنحنا حصة كبيرة لجمعية الهلال الأحمر الإماراتي، وساهمنا في رسم بسمة على وجه يتيم. يداً بيد نرسم بسمة.